طبعا انا اول مرة اعرف يعني ان حنان بتسوق، فانا جيت عشان اشوف بس الموضوع ده. سوقت البيجول 504، سوقت اونو، سوقت كرولا، سوقت فيرنا، نفسي اركب لامبرجيني كده، نفسي اركب فيراري كده. على قد ما تقدر لازم تبقى ملتزم عشان امان ليك يعني. عملت حوادث بكل عربيات صحابي وكل عربيات اهلي. خلص اول عربيه كانت بتاعتي يعني كانت عربيه تويوتا كرول. حد جه جنبي كده وفجأة شافني فكان عايز ان احنا نقف نتصور مع بعض او نسلم على بعض، داس بنزين زيادة فدخل في عربيتي. جدا بحب اسافر جدا على الطريق الصفر. لو حمزة بيكلمني طبعا ابني فبتشغل شوية، ما بيفرقش معايا حتى لو بسوق عربية غير عربيتي، يعني ما بيفرقش معايا نوع العربية اللي بسوقها خالص. مش اي حد من اصحابي يعني، في ناس انا عارفهم كويس سواقتهم يعني، انما لا في ناس لا يمكن. انا قبلت التحدي بتاعك يا حنان.